شامبيون فوق السودان. دي الحاجة اللي كنت بحلم بيها من بدري، إنه أنا أكون بطل العالم في الألعاب القتالية. كنت بحلم إنه أعمل تغيير في حياة الناس القريبة لي، أهالي الناس اللي حواليني. بدايتي كنت بحب الرياضة جدا، مشيت لوالدي قلت له يا أخي أنا عايز أواصل ألعب الألعاب القتالية وكرهت الحياة. فكان قال لي شنو؟ دي كانت أول صدمة بالنسبة لي. قال لي لا، ده كلام فاضي، ده صعب، يا هذا قاعد يلعب شمال، أنا بشوف قرايتك يا ولد، خليك في الحياة اللي ترجع. لكن أنا كان عندي ميزة، كنت زول لايوم جدا، ما بخلي حاجة أنا إلا أحددها. أنت قلت له يا ولد تمام. بقيت بعمل شنو؟ بقيت من مصاري في المدرسة بجيب كانت 300، بجيب مالي مدة شهر. وفعلا مشيت اشتركت في النادي ووصلت لمدة 4 سنة. في يوم من الأيام كان في تمارين بيلعب قوة بدنية أو بتكون قوة تحمل. كان شكل التمرين شنو؟ إنه أنا تشيل زميلك تجي توصل لنهاية الميدان تجي راية ثانية. شيل اللي بعدين تمشي توصله، كانوا زي 7. وكنت أنا أضعف زول ضعيف قشة تمام؟ قام قال لي يا زول خلاص اشتغل. فالناس بتيجي تتمرن لما جه الصبح عندي بيقول يضحكوا يعني مثلا هاي اتحاد عمل شنو؟ هم ما قدروا يعملوا التمرين. فحتى المدرب كان بيضحك، قام قال لي يا أخي شيل الزول الأول امشي وصله ما في مشكلة. حاول يعني هو تمرين، شلت الأول مشيت وصلته، وأنا جاري بقول أنا حاول من الليلة أنا ما ضعيف. أول كنت أنا مقتنع إنه ضعيف يعني، كنت بكامل قلت لا إنه أنا حاول مني أنا ما ضعيف. شلت الأول مشيت وصلته، شلت الثاني مشيت وصلته، والثالث والرابع والخامس لحد آخر زول كان السابع. فأنا لازم يجي تضحك بصورة مبالغة إنه المدير وديته يلا ودي إن شاء الله. فلما جيت كنت زعلان، شلته لحد ما قدرت أتمكن منه ومشيت وصلته. هو كان فرق الوزن، أنا كنت 52 كيلو هو كان 103. فشلته مشيت وصلته لحد آخر الميدان. فالناس عاينت كده شكوا، قام المدرب قال لي شيله ورجعه ثاني. طبعا جيت يا الله شلته، وأنا راجع وقعت في نص المسافة لأنه ما كنت قادر أتحمل لأنه الزول كان دقيق. لكن قام جاني المدرب بصورة جادة، قام قال لي يا أخي هو كان بيتكلم، قال لي بيز وات ترافل يور لانج، يعني كلمة فخ عندكم بالعربي السوداني معناها شو؟ قلت له شرك. قام قال لي فروم توداي يور نيم از شرك، لانه انت الزول بيشوفك كده بيقول الزول ده ضعيف، لكن عندك القوه انه خليك تعمل اي حاجه. ودي كانت اول كلمه ايجابيه بالنسبه لي، انه بدات اركز انه انا ما حخلي الناس او شكل الناس او نظره الناس دي تحدد انه انا ضعيف ممكن يكون شنو. قلت خلاص يا زول بدي اتواصل. بعديها في نفس السنه 2007 كان في بطولة كاراتيه المفروض أنا أشارك فيها، مشيت أشارك، لكن للأسف طبعاً في كل بطولة المفروض يكون في زول واقف وراك، المدرب هو اللي هنجح. فوصلت لحد هناك والمدرب معي، والناس قاعدة، وأنا أول بطولة لي. فقلت يا أخي أنا جيت لحد هنا ما حنسحب، أنا حواصل، لأن ما كنت بحب أنسحب. فخشيت ووصلت في أول بطولة كانت بالنسبة لي أنا جيت الثاني على مستوى السودان. كنت مبسوط صراحه يعني، فقلت يا اخي طيب اوكي انا كنت ضعيف وجيت لحد هنا وصلت الثاني، انا ما في حاجه، انا وصلت لحد هنا ما في حاجه حتوقفني. فبقيت همي انه انا امشي اواصل في المجال ده لحد الاخر. في نفس 2007 طلعت من الصاله، لقيت انه في ناس ثانيه بتتمرن، هو كان مدرب اجنبي كان بيشتغل مع المنتخب الوطني في رياضه الكيك بوكسنج، ملاكم الرجال، ملاكم وكوعي. فقلت يا ما مشكله انا اواصل بيها، لانه دي حاجه ممكن تخليني اقوى من الحاجه اللي انا كنت فيها. وبدات فيها لحد ما 2008 جات، وصلت انه انا كان المفروض امتحنت الشهاده السودانيه المفروض انزل الجامعه. ونزلت الجامعه لكن ما قدرت اكمل صراحه، لانه وضع الاسره كان وضع مدهور. احنا كنا في السعوديه كنا شهر عربي منطقي، لكن جينا انتهينا. فكانت انه انا لا يعني ما حقدر اكمل الجامعه، لانه عندي اخوات صغار يعني عندي اخواني ما حقدر انا اكمل بعد. فقلت يا اخي انا حنازل عن القريه وابدا اسوق في موضوع الرياضه وانا ما عارف الحين ايش كيف. وبدات فيه. بدات في المجال لحد 2008. 2008 لقيت فرصه ان انا اشارك في بطوله بتاعت كونفو، وشاركت فيها، ودي كانت اول بطوله بالنسبه لي ان انا اجي فيها المركز الاول، وكانت اول بطوله كنت امسك فيها ميداليه ذهبيه. وبرضه كنت بدون مدرب. فقلت يا اخي اوكي معناها انا ماشي كويس يعني. رجعت 2011 قالوا لي في بطوله في روسيا ودي مضمونه يا زول على الاخر، حقيقه عاملين لها بلاد. قلت تمام. وبدينا نتمرن ثاني بصوره عنيفه جدا لحد ما جاء وقت البطوله. قالوا لنا نجيبوا خطابات من كم انت اذا كان صعب. فما استلمنا التاشيره.
ما قدرنا نساهم. وصلت لإحباط صراحة، وجيت فترة 2012 بقت في فرصة إنه أنا أشارك في بطولة ثانية في الهند، كانت بطولة العالم. أول مرة وكنا بنتمرن برنامج غير مدربين يعني. فبقينا نتمرن لحد آخر 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 أسبوع بدينا نجهز في إجراءات الفيزا واستلمناها بعد صعوبة يعني وسافرنا. وأنا راكب في الطيارة كنت شايل هم متوقع إنه في أي لحظة يقول لي يا محمد أنت تعال تعال اطلع أنت ما المفروض تمشي. لأنه كل بطولة تضرب كل بطولة تضرب يلا تمشي. فقلت يا أخي لحد ما الطيارة قامت ونزلنا ونزلت في نيو دلهي حتى نفتح. أنا وصلت حقدر أعمل الحاجة اللي أنا عايزها. وقعدنا في الفندق لأنه كنا مسافرين على النفق الخاص. قعدنا في الفندق عشان ما كان عندنا إمكانية نسجل مع الاتحاد. لحد ما جاء وقت البطولة قلنا إحنا نمشي. وقمنا اتصلنا عليهم عشان يجي يرحلونا. الساعة 10:30 اتصلنا عليهم قالوا لنا يا أخي أوكي أنتوا نزلتوا في عربية حجيكم وما جانا. وإحنا المفروض نكون من الساعة 10 هناك. عشان نقدر نشوف القوانين بتاعت اللعب والروز والحياة عشان نقدر نعمل فيها. الساعة 10:30 طبعا كنا في الهند محل الركشات يعني وما في قروش. فقلت لها قلت لها صحيح احنا نشيل ركشة ونمشي شو؟ وصار شلنا الركشة ووصلنا. اللحظة اللي انا داخل فيها ومبسوط انه انا حمشي اسخي وافهم القوانين والحلقات وانا داخل الصالة انا بسمع الإذاعة بيقول محمد عبد الكريم فروم سودان لا يسي. أنا ما فاهم حاجة، لا قوانين لا غيره. فأنا ماشي وأنا بغير في ملابسي عشان أقدر أحصل ولا ما حصلت حتروح حاجة. وأنا ماشي خشيت المباراة وبديت لعبتها كنت ما فاهم أي حاجة لاعب بالفرنسي والقوانين كانت اتغيرت. لحد ما تأهلت المركز الرابع وجيت الرابع على مستوى العالم. بعد ما طلعنا كنت قاعد زعلان إنه يا أخي مدروش 13 سنة شنو الثاني؟ الرابع ياخذ الموضوع معي. وانا قاعد فقام جاني واحد مدرب من روسيا فبيجي يتكلم معي انجليزي يعني مو روسي. فقام قال لي وير ار يو فروم؟ قلت له وين؟ قلت له فروم سودان. قام قال لي وير از سودان؟ قلت له فروم افريكا نير تو ايجيبت. قام قال لي اوكي ايجيبت. قلت له نوت ايجيبت سودان نحن فروم سودان. ليس اور فلاي. اوكي سودان. وير از يور كوتش؟ مدربكم وين؟ قلت له احنا ما عندنا مدرب. قام قال لي كده impossible. How? كيف؟ إنه أنتم ما عندكم مدرب بدكم تلعبوا بالمستوى ده. قلت له ويتمان هاف كوتش. ويتمان هاف بلعب. في اللحظة دي قام بدأت الحركات بتاع الفريق. عرض عليكم جنسية إن أنا أشارك في كم دولة ثانية. لكن وأنا صراحة كنت شامل ولا شيء. لكن قال لي يا أخي لما ينعرض قلت يا أخي يعني حسيت إنه في حاجة كده قلت له يا أخي لا ما تمشي كده أقول لك يمكن الأمور تمشي أحسن. قلت له كده بفكر. وسبحان الله شفت ترى الامش اللي ما يضرب لهم دي التليفون يضع. جات فكره في راسي ان انا حاسوق ريكشا. فكرتي فيها كانت ذكيه انه تكون مصدر بتاع نقل انه انا اتنقل بيها وفي نفس الوقت مصاريف اقدر اشيل بيها روحي من بيتنا واقدر اخذ منها واطلع منها مصاريف. اشتغلت فيها 3 سنين لحد 2013 جات فرصتي انه انا اشارك في بطوله الجمهوريه كانت هي الثالثه كانت السادسه بطوله الجمهوريه الكونفو. فهو واحد زميلي كنت انا قاعد بعمل ريسيرش كده بحث رياضي انه كيف انا انمي مستواي وارفع لانه ما كان مدرب انه كيف ارفع مستواي لمستوى كويس اللياقه والباور والحجر انه كنت ضعيف كنت تهي. فقام قال لي يا اخي يا اخي تعال في شغل في شركه وبيزار معي وانا الوقت ده كان باقي اسبوعين على سفرين نرويج قلت له خلاص انا هنا ما حقدر اعمل حاجه 13 سنه ينفع انه انا اجرب ايش. في اللحظه دي مشيت قعدت وسمعت الشغل وكنت بفكر في البحث بتاعي. ففي لحظه كده قلت له اظن ما داير انا مسافر وما حقعد لكم ولا داير معاكم يعني. فقام قال لي شنو؟ بعد اسبوع فكرت انه يا اخي انا المفروض اقعد يعني اشتغل اذا الشغل ده هو ممكن اطلع منه قروش كويسه انا اقدر اشارك في المفروض اعمل معسكراتي واشارك باسم السودان. ليه 13 سنه انا قاعد منقوط فيها براي بصرف من جميع جديه لدوله ثانيه عشان هي بتدفع لي قروش يعني. قلت يا اخي انا حواصل بيها زي ما دايدي. وصلت يا ظل 2013 بديت اشتغل فعلا في الشركه ومشيت معي كويس. في لحظه تلاقيت مع مدير الشركه هو ما كان عندي له اي علاقه والوقت ده كنت مصادف انا لاعب بعد اسبوع بطوله الجمهوريه. فنظام التحشيش اللي دائما شاب تكسر التنمير هاي. فكنت قلت له يا دكتور كيف الاخبار تمام؟ الحمد لله. قلت له يا اخي احنا عندنا بطوله يوم بعد اسبوع
وانا مطمئن انك تجي تحضر. هو كان بيبتسم كده فلحظه كده تعبير وشه بقت جاده يعني. انا قلت شيء تهمني يلا انا عملت حاجه. فقام سلم عليه بصوره جاده جدا وقام قال لي البطوله دي حقتني انا ما حقبل الا انت تكون المركز الاول. وانا كنت قبالة ما اخذ بطوله الجمهوريه 6 سنوات لكن دي بقت شيء غريب انه ما عليك انت معايا ما انا ممكن تلطاي يا زلمه ناس بيننا بقول لي انت ما نافع انت فاشل ويزول بقول له انا درجة رمضان بقول لي يا زلمه انت سوداني اصحى بقول له الناس دي هناك قاعده فاضيه بتتمرن جاهزه انت بتعرف في شنو انت ما قادر تاكل يا زلمه شوف لك حياتك. فوصلني احساس ان البطوله دي انا حلعب باسم الشركه وحديهم الميداليه الذهبيه وانا كنت موجود في الدائم وفعلا خشيت البطوله ودي كانت البطوله السابعه على التوالي ان انا اكون فيها بطل الجمهوريه. شفت الميدانية وديتها له كنت تذكر هنا أول زول يهتم بالحياة أول زول سوداني ألقاه ويقول لي يا أخي أنت كويس وما أعرف بس عشان يحمسني. في نفس الفرصة ديك في نفس اللحظة ديك من لسوء الحظ أنا كانت تعرضت لوعكة صحية كنت راجل قرابة الشهرين ما بقدر آكل. أنا طبعا جايز 4 سنة عشان أزيد 4 كيلو عملت 56 كنت فرحان جاي جدا طبعا. ف لما جينا كنت راجل 2 شهر انا ناقص حكايه بتاعت 8 كيلو فبقيت بالنسبه لي جالسه جدا لحد ما ربنا كتب الشيء ورجعها بعديها بأسبوعين كانه في بطوله افريقيه الاولى تتعمل في مصر وادوني فرصه ان انا اشارك بما انه انا كنت مستوى كويس فقام قال لي شنو فبقيت افكر انه يا اخي المده ما كفايه في حبة قريشات قاعدة لكن المدة ما كفاية انه انا واقف وعيان ارجع امشي اشارك في البطولة دي عشان اجي المركز الاول او غير. لكن انا كنت بفكر في الموضوع بصورة ثانية ما انه انا ما حقدر انا كنت بفكر انه دي بطولة افريقية الاولى انا يصير المفروض اكون قاعد فيها من السودان بغض النظر عن النتيجة كانت تكون شوية لو ولا يطيش بس انه انا اكون قاعد فيها. في اثناء المباراة الفاينل الاخيرة كنت لاعب مع خصمي وانا بلعب معه فهو بنيته كانت احسن مني انا بالملعب فقام هم كان انه يشيلني ويقوم يرميني في الارض بعدها كان الموضوع حيكون يستحم فلحد ما شالني اللحظه اللي هو شالني فيها انا جات في راسي من التكنيك اللي كنت شغال تمارين ذهنيه انه احضر تكانيك اشوف الناس بتلعب كيف اتعلم التفاصيل جات لقيت انه ركبته يعني زي ما بيقولوا كده بالعربي ما بين كلام بغض فشنو قمت مسكتها وكركشت فيها قلت انا الليله ما حفيدك امسك الرجل الليله الاخر يا قام شاني وقع بي وانا ظهري على القفص لان احنا بتلاقي في قفص فبقيت ماسك قلت انا خلاص هنا انا بتين بمسك بعصي البيت وما وجد من قوه انا كملت الاخر اوكي لو فكت انا راح تلاقي لانه زلت حيطلبني انا لما افهم حاجه فانا ماسك وكنت ضاغط بفوق قوتي ومتمنى انه زلت يستسلم هي الحركه اسمها جلاتين ممكن الناس مش مصدقينها فكنت ماسك بقوة لحد ما حسيت ان يديني بدات تتخدر لانه انا ما قادر اتحرك في يديني، انا ما قادر استحمل لانه خلاص لياقتي انتهت. فلحظة حسيت ان يدي بدات تفيد، قلت انا خلاص يا رب انا حاتفكخ حاتفكخ حقول له حيا البخيل. سبحان الله اللحظة كنت انا كنت يعني كنت بفكر ان انا ما لاعب عشان ان انا لاعب عشان السودان، انه في ناس حتكون مبسوطة انه لما انا اعمل حاجة كويسة ان شاء الله المركز الثاني. اللحظة اللي انا يدي فكت فيها هي كانت نفس اللحظة اللي استسلم فيها الزول اللي انا كنت لاعب معه. وكانت أول مرة لي في حياتي إنه أنا كنت أعلم السؤال. وكنت مبسوط يعني إنه أخيرا دي الحاجة كنت بحلم بها زمان السي بدأت تتعامل يا أوكي أنا حققتها. فالناس بقت يعني أنا كنت شايف في عيون الناس إنه ده علم السودان ما حقق يعني كنت حاسس إنه الناس غيران إنه ليه علم السودان فحسيت إنه بجد حسيت قيمة العلم اللي انا شايل حتى ان كان ما قدم لي حاجه انا حعمل له حاجه. ده اول لقب قاري يحصل على اول سودان كان شهري 1/2015 اللي فاتت وبديت اشتغل واتمرن لحد ما 2000 لحد 2015 شهر 11 جابني بطوله ثانيه في ايطاليا. وقلت اوكي كان عندي المفروض انا اعمل معسكر قبل شهرين في تايلاند لكن ما قدرت في نيجيريا ما قدرت اشارك في المعسكر. بقى عندي حل واحد اونلي وان مانث عندي شهر انا حاعمل شو شنو والناس دي بتتمرن 6 شهور انا عارف برا بيتمرنوا كيف فقلت يا اخي بدل ما انت تقعد تفكر انه المعسكر طرش وما عندك حاجه تعمل ركز في الحال فيتك عندك شهر ممكن تعمل شو شنو انا قررت انه اتخلى عنه او اضغط على حساب راحتي على اساس انه انا احقق الحاجه اللي انا داير بقيت بتمرن في اليوم 3 مرات لمده 3 ساعات
انا بطلع من بيتنا الساعه 6 صباحا بجري الوقت الضلمه وبرجع ما عشان زول يشوفني لانه انا لازم اعمل كده. بجي رايح على البيت الساعه 10 عشان انوم عشان اصحى الصباح الساعه 6 عشان امشي بالطريق ثلاث مرات يوميا. كنت بتمرن في ام درمان الصباح برجع بحري الظهر بمشي الخرطوم المساء بجي رايح. وجات البطولة وشاركني في بطولة في العالم ومشيت سافرت انه كان بدأت تمشي كويس لحد لعبت ووصلت للسيمي فاينل. كنت لاعب مع خصم الماني وفزت في المباراة دي. كنت لاعب على الفاينل لكن وصلت لإصابة في ركبتي كان عندي إصابة في ركبتي. وصلت للفاينل انه انا بقيت شايتها من كرعي كانت وين مشيت كنت انا شايتها بكره حلعب كيف. وكنت الخصم كنت لاعب معه هو بطل فرنسا وبطل العالم اللي كمان. وصلت المباراة الفاينل وانا بلعب وصلنا للفاينل بطولة عالم محترفين في نيبال. وانا معوض بجيت بلعب وبديت المباراة وبديت انه انا عارف انه انا معوض انا ما كنت قادر اجيب كنت انه شنو انا حكمل لياقتي كلها في الجولة الاولى. انا كنت بضرب على اساس انه انا انتهي من خصمي في الجولة الاولى انتهى الموضوع. وانا شغال بضرب فيه بنضارب وهو بيضرب وانا بضرب. في لحظة جاتني ضربة بكرة وفي نفس الاصابة اللي انا كنت بضرب فيها امبارح. طبعا الواقع فجأة كده ضلمني بقيت يا الله كتمت انا ما حقدر اعمل حاجة. فبقيت انه لازم انا يعني بقيت بنضرب في قرعي وبحاول انه لا ما ظاهر انه انا مصاب وبنضرب لحد ما الجولة الأولى انتهت. الجولة الثانية انا كنت فاقد لياقتي نهائيا كنت فاقد لياقتي لأنه كنت منتهي تركز مع إصابة وتلعب. وفي حين انه الزول اللي كان داخل معي ده هو كان داخل معه خمسة مدربين بروفيشنال انا بعرفهم جدا وانا من السلام كنت واقف بعيد وبرضه مدرب ولا يعرف. فقلت يا اخي انا وصلت لحد هنا ما حد نازل. والجولة الثانية بديت وانا كنت بجد انا كنت حاسس انه كرعي دي ما حقتي بقت حق الزول انا بقول لا ارجع ورا ما بترجع معي نو رياكشن. والزول دخل الجولة الثانية بتكنيك مختلف انه يضرب في كرعي ويضرب في نفس الكرة المعوقة من الضرب وثاني بيشوط فيها. انا بقيت انه يعني خلاص يعني بقيت زي في زول بيتكلم معايا محمد يا خلاص انت معوق انت اكزوستد انت مرهق انت منهار كده كده انت حشيل المركز ثاني خلاص يا اخي. ارفع بحاول ارفع يدي بيجي زي صوت ثاني بيتكلم معي يا شرك 14 سنه انت صار بتعاني خلي المعاناه اللي كنت فيها دي هي تكون دافع انه تنقل من محلك للمحل اللي انت المفروض تكون فيه ما تستسلم. اصبر كل هذا قاعد يقول انت بقيت في صراع نفسي يعني صعب جدا انه الزمن طويل والحكم انا بعاني بتونس يا اخي ده ما قدر يدق الجرس بتاعه يا الله الموضوع ده حينتهي كيف. وبقيت في حرب نفسيه صعب جدا وكنت بصبر وهي يا اخي محمد كلها 10 ثواني اصبر 10 ثواني بتعدي اصبر بتعدي 10 ثواني لسه الجرس ما بدو يا بعاني الحكم يعني والله يا جعان وصلت مرحله انه اقول لي زول ده يا اخي ما تضرب في الكره اضرب في دي اضرب في يعني وصلت للمرحله انه انا ما قادر استحمل فيها وجسمي مولع نار فقلت له يا اخي وبقيت بصبر يا اخي كلها 10 ثواني اصبر كلها 10 ثواني هلم كله خطوتين. وكنت بصبر 10 ثواني ما تستسلم استسلم وده الزول اللي بيدنا هناك يقول لي خصم انسى الموضوع بيع الفكره اصلا ما عندي لك حاجه سنان انساها يا اخي. وده بهناك لا انت العب عشانك في ناس كثير حتكون مبسوطه. وصلت لحد كنت بصبر في روحي لحد ما الجرس انتهى واكتشفت انه انا صمدت المباراه كلها 9 دقائق وانا اصلا ما كنت ما قادر اجيب يعني فجأة عينت لقيت الناس في الصالة كلها نزلوا دي عشان يحضروا المباراة لأن زول ده ما له بيعافر لحد ياسي. الحاجة اللي طلعت بها من المباراة دي إنه أنا مبسوط إنه أنا ما استسلمت إنه أنا ما استسلمت يعني لو كنت استسلمت كنت حاسس إنه الحاجة دي ممكن تكون مؤلماني ولو استسلمت كان ممكن الحاجة تكون معاي لحد آخر لحظة لكن إحساس الاستسلام ممكن يمشي معك عمره كله لكن أنا كله دقيقتين سنة بتروح. فجيت رايح السودان معوق طبعا جيت بكرسي ولله الفضل من مني الزول اللي واقف قدامكم ده يعني انا نفسيتي تخيلوا انه محمد شرك لسي 2005 القريبات دي كان ما في زلمه يتمرن معه كان يزن بيجي جنبه بيوعى شنو الحشره دي يا اخي زي كده بيمشي يتمرن مع زول ثاني. انا كنت لما اقول زول يتمرن بيعلي كده يقول لي انت سجلت عندي ده يعني الناس لله الفضل مني انا الان واقف هنا انا المرشح الاول انه كل الناس كانت منتخبه الوطني السوداني